مساء الخير الجمهور الكريم. لما معنا أستاذ فلاح، معنا أستاذ أحمد لبن، وغادي نسولوهم على توقعاتهم لمباراة الغد الخاصة بالمنتخب الوطني المغربي ومنتخب إسبانيا. غنبداو أستاذ فلاح. مساء الخير أستاذ فلاح. التفرشيخ ان شاء الله، هنفرقوا الرمانه وهنفرشخوهم. اسبانيا مش اقوى من بلجيكا ومش اقوى من كرواتيا، واحنا عندنا فريق وعندنا الاسود وعندنا وليد الرجراجي وعندنا راس لافوكا وعندنا الدراري. بسم الله ما شاء الله يفرشخوا الدنيا ويعملوها الوحوش. طب سؤال، مين اللي هيعمل سكور بكره؟ ان شاء الله المغرب تربح 3-1 3-2 بعون الله. ان شاء الله رساله توجهها للجمهور المصري والعربي بالتحديد اللي كيشجعوا المنتخب المغربي. اسبانيا وراهم 46 مليون اسباني، احنا المغرب وراها 450 مليون عربي، كاملين رافعين رايات المغرب. كل بيت بيت مغربي، كل شارع شارع مغربي، كل طفل بكره هيشيل رايه المغرب. كلنا ورا المغرب، وديما مغرب ديما ديما يا بلدنا يا عظيمه. وشكرا. احنا اكيد سعيدين انك انت كتحب المغرب واكيد حتى المغرب كيحبك. عند الزوم مباشره استاذ احمد، توقعاتك لمباراه الغد الخاصه بالمغرب واسبانيا. والله هو طبعا فلاح قال تفرشيخ، يبقى تفرشيخ ان شاء الله باذن الله. احنا نتمنى بس اللعيبه تنزل مش خايفه، وتنزل زي كل المباريات عندها ثقه في نفسها، وعندنا مدرب كبير اسمه وليد الرجراجي حفر اسمه في المدربين الشبان بحروف من ذهب، فعلا يستاهل تقله ذهب. وعندنا لعيبة كبيرة وأسماء تقيلة، وزي ما فلاح مصري قال احنا تغلبنا على بلجيكا وكرواتيا، يعني ان شاء الله اسبانيا تكون بالنسبة لنا سهلة، وان شاء الله اتوقع ان شاء الله فوز المنتخب المغربي بهدفين مقابل هدف واحد ان شاء الله للمنتخب المغربي، وكلنا نفرح ونصور احتفالات بكرة مش للمغرب بس، احتفالات في العالم العربي كامل. طب مين اللي هيسجل؟ ممكن اسم من لعيبة ممكن بكرة تسجل؟ توقعاتي زياش ان شاء الله يسجل، وتوقعاتي حكيمي من ضربة ثابتة ان شاء الله. ان شاء الله على امل اننا بكرة ان شاء الله نحتفل مع بعض بفوز المغرب على اسبانيا. نسابكوا ونتقابل بكرة ان شاء الله قبل الماتش وبعد الماتش في الاحتفالات.